وللمزيد حول عفو ترامب عن 4 من عناصر شركة بلاك ووتر نفذوا مجزرة ساحة النسور في بغداد، راح ضحيتها مدنيون عراقيون في العام 2007. ينضم إلينا بشأن ذلك السيد ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، عبر الهاتف من فيينا. أستاذ ضياء، بداية مرحبا بك. مجزرة ساحة النسور في بغداد التي وقعت في العام 2007 عادت إلى الواجهة مرة أخرى، لكن هذه المرة على يد ترامب بعد يعني العفو عن مرتكبيها. يعني هذا العفو ماذا يمثل؟ كيف تصنفه في ميزان القانون الدولي والقانون الإنساني؟ أهلا ومرحبا بكم، وتحياتي للجميع وتحياتي للمشاهدين. هذه جريمة تضاف إلى الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة العراقية في ضد الشعب العراقي والشعوب الأخرى بالعالم، وذكرت في فيتنام وإلى آخر المجازر التي ارتكبتها الحكومة الأمريكية في العراق. هذا اعتراف رسمي من قبل الحكومة وبرئيس الحكومة الأمريكية، يقولون نحن مجرمين وجزارين بصيغة إعفاء عن مجرمين وقتل أو يدافع عنهم. ترامب هو الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالوقت الحاضر، ويودع الإمارة مالته بعملية إجرامية يعني لا يمكن أنه المنظمات العالمية أدانت المجزرة في عام 2007، ويأتي الرئيس الأمريكي ويعفي عن هؤلاء القتلة المجرمين. هذه الجريمة والارتكاب إلى جرائم أخرى ارتكبتها الولايات المتحدة في كل أنحاء العراق، هذه الجريمة تضاف إلى الجرائم الأخرى التي ارتكبتها الولايات المتحدة في العراق. نعم، هم يعترفوا اعترافا رسميا أمام العالم، نحن جزارون وقتلة، وهم يدعون بالإنسانية، ويقول هذه ليست إلا شعارات لا تلتزم بها الولايات المتحدة الأمريكية إطلاقا. حينما تكون المشكلة هم من يرتكبوا الجريمة، ارتكبوا الجرائم في شعوب أخرى، احنا نتحدث عن العراق، وارتكبوا ولحد هذه اللحظة هم يرتكبون الجرائم، وأتوا بهذه الحكومة المصطنعة الذي دخلت إلى العراق. طيب، إذا كان من حق الرئيس الأمريكي إصدار عفو عن المتهمين بموجب القانون الأمريكي، يعني هل يعقل أن يشمل العفو جرائم وقعت ضد مدنيين في زمن الحرب؟ ما حدث، هذا ما حدث في الوقت الحاضر، هو عفى عنهم وصرح المحامي مالهم أنه عفى عنهم لأسباب أنه الإجراءات التي اتخذتها في ذاك الزمان كانت إجراءات غير قانونية وغير حقوقية. أي يعني هم مجرمين وقتل قتلوا ناس أبرياء كانوا متواجدين في ساحة النسور، وهذه من عام 2007 أصدرت كل المنظمات العالمية واستنكرت هذا العمل، حتى الاتحاد الأوروبي استنكر هذا العمل، ويأتي الرئيس الأمريكي هذا محتوه عقليا. هم من يحكمون الأمريكا، الأمريكان من يحكمون أمريكا هي هذه النوعية، مجرمين وقتلة. طيب، يعني حقيقة يعني إحنا ما نريد نبريهم عن ارتكابهم، عن ارتكاب الأعمال ضد الإنسانية. نعم أستاذ ضياء، يعني بالنظر إلى موقف القانون الدولي من هذه الجريمة التي ارتكبت في وضح النهار، يعني كيف يحق لأهالي الضحايا الذين قتلوا، كيف يحق لهم ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة؟ الولايات المتحدة عندها قانون أنه الأمريكي لا يقاضى إلا بالولايات المتحدة حينما يرتكب الجريمة، ولكن في أوروبا يحاكم الأمريكي إذا ارتكب جريمة في دولة أوروبية، يحاكم بتلك الدولة. أوروبا هي خارج، الولايات المتحدة الأمريكية خارجة عن كل القوانين الدولية، وتهدد العالم بخروجها من هذه الاتفاقية وتلك الاتفاقية. الولايات المتحدة لا تلتزم بأي اتفاقيات دولية. الولايات المتحدة مارقة بهذه الصيغة اللي هي تستهين بالشعوب، تستهين حتى بعمليات إجرامية قتلة الأطفال والنساء في هذه المنطقة، وتعفي عن القتلة برئاسة بترامب، يعني رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني يصدر قانون عفو بأي صيغة وأي دستور، أي
أي شرائع من شرائع الدول اللي اعتمد عليها وقال هذول يطلعوا براء محكومين مؤبد وكل واحد من عندهم الآخرين 30 سنة. يعني كيف تصدر قانون بإعفائهم عن هذا السجن بأي حق؟ بعد أي حق؟ بحق الإنسانية؟ بأي حق تسلط هذا القانون؟ طيب أستاذ ضياء، يعني ما أثر هذا العفو الذي بدأ يتكرر على مجرى العدالة العسكرية وتطبيق المواثيق الدولية المعنية بتنظيم الأعمال العسكرية، ما هو الأثر الذي ممكن أن يتبعه هذا العفو؟ حقيقة هذه نكسة لكل المنظمات الحقوقية في العالم، لكل المنظمات للداعي باسم الإنسانية والحقوقية الذي تداعى عن أمر الناس، من يصير اعتداء على مواطن أو من يصير، كيف راح نقدر ندافع بالدول القمعية حينما يحدث قمعا لبعض الشعوب من قبل الدول مالتهم؟ كيف ممكن احنا كحقوقيين كيف ممكن ندافع على 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 الناس الموجودين في هذه الشعوب اذا هي اكبر دوله في العالم تعفي عن ناس قتل؟ يعني اذا يعملون ذول المتظاهرين وقتل المتظاهرين عن طريق القناصه والولايات المتحده الامريكيه تعفي عن مجرمين وقتل واعترفوا بالجريمه مالتهم، المشكله اعترفوا هم بالجريمه واعترفوا بالقتل. يعني اللي نفذوا العملية اعترفوا بالقتل واعترفوا أمام المحكمة، ليست أمام صحف أو أمام ناس، وإنما بالمحكمة الأمريكية اعترفوا بالقتل، ويأتي الرئيس الأمريكي ويحفى عن هؤلاء القتلة. شكرا، نشكرك شكرا جزيلا أستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.